في هذه الأمسية المتميزة أيضا لدينا لقاء مع الفنانة التشكيلية رامية، الفنانة المنحدرة من أصول ريفية وبالضبط من المدينة الحسيمة. الفنانة رامية، شنو غادي تقولي لنا مصدر الإلهام تاعك في اللوحات الفنية ديالك؟ الالهام طبعا كل مره، يعني كيفاش كيجي الالهام؟ كل طابلو والموضوع ديالو والفكره ديالو، وغالبا انا في المواضيع ديالي كنطرح يعني المواضيع ديال المراه والمشاكل ديال المراه الاجتماعيه السياسيه، تمام، مواضيع اخرين طبيعه الحال. ولكن حيت اليوم ان جور دي فام كنحتفلوا بعيد المرأة اللي وصلت لواحد مستوى راقي دابا، لا في التعليم ولا في الخدمة ولا في تطورات. المرأة ما بقتش محبوسة في الدار وغير مع الأولاد والكوزينة، دابا المرأة مشات. انتي الأخت رامية كما كنعرفوكي ربت بامتياز، عندك أطفال، عندك زوج، وفي نفس الوقت فنانة تشكيلية كبيرة، فكيفاش كديري توافقي ما بين الحياة الأسرية وما بين الفن التشكيلي؟ ماشي بسهل باش توفقي ما بين الخدمة ديالك والفن ديالك. الفن راه إحساس أولا قبل ما يكون خدمة. ما نقدرش ندير داكشي بوحدي لو كان ما كايناش مساعدة من رجلي، هو اللي كيشجعني دائما وكيعاونني، وفحال كتكون شي سواري بحال اليوم ولا شي معرض هو كيتكلف بالدراري وكيتكلف بالدار وكيعطيني ديك الوقت باش ناخذو لراسي، وهذا الشيء كيزيد يشجعك كفنانة رامية. العيش ديالك هنا في بلجيكا في بلاد المهجر، واش هو زاد عطاك الالهام وعطاك باش تجي؟ طبعا كيعطيك الالهام اكثر، كيعطيك مواضيع اكثر، كيعطيك ماساه اكثر. يعني كل ما كتشوفي اي احساس واي طابلو واي فكره الا وكتجي من شي حاجه دراتك او لا شي حاجه بغيتيها بزاف. وهنايا في الغربه، ودائما الغربه بالنسبه للمراه ماشي شي حاجه سهله، واخا كان مع رجلها واخا كان مع اولادها، واخا دائما اللي ما كتكون بعيده على بلادها على الام ديالها على الاب ديالها، والظروف ديال الغربه دائما كتعطيك مواضيع اللي كيعطيوك ليسباس فين تخدمي، فين تعطي، فين تبدعي. رامية كفنانة قلتي لقيتي التشجيع من الزوج ديالك، من غير الزوج ديالك شكون شجعك؟ قبل الزوج ديالي كان الوالد ديالي شجعني بزاف، يعني من صغري كان كيدفعني نكمل في الرسم، وحتى الوالدة ديالي عاونتني بزاف باش نكمل. وشي مرات واخا كنكون انا كنت كاسل مي هما كيشجعوني دائما ويقولوا لي ديري وفعلي ورسمي وهادي. ومن بعد ما جيت هنايا لاوروبا اكيد درت بزاف ديال المعارض هنايا في لياج، في اونفيرس، في بروكسل هنايا بزاف ديال المرات. ودابا عندي اتولي ديالي 4 سنين، وانا عندي اتولي ديالي في سونتر كومونيتير انسانس في سونتر بروكسل، وراني كنكمل. يعني راني فاش كتكون شي سواري هكا واخا المعرض غير واحد النهار، مي كنبروفيتي ونشوفوا الناس، الناس اخرين يشوفونا يتعرفوا علينا. الان رامية كامراه فنانه ناجحه، شنو ممكن تقول للنساء؟ النساء شنو نقول للنساء؟ نقول للنساء خصها المراه بطبعها قويه، واخا كيقولوا المراه ضعيفه، مي المراه القوه ديالها كتفوت القوه ديال الرجل اللي كنشوف انايا، بالصبر ديالها، بالافكار ديالها، بالذكاء ديالها. يعني المراه ما خصهاش نقول لها ما تبقايش محدوده في واحد دائره مغلقه، مي بالعكس خصها تخرج تقرا، واخا كبيره في العمر كابابل باش تورغانيز الدار وتكلف بالولاد وتخدم على برا وتقدر دير شي حاجه اكثر من هكاك. فتحيه كبيره لك يا رامية، وتحيه لجميع نساء العالم.